بلدية مسقط تقول بأنه سيتم إغلاق طريق بوشر العامرات أمام الحركة المرورية خلال إجازة العيد، وذلك حتى تتمكن الشركة المنفذة من إزالة الصخور من على المنحدرات الجبلية. وأضافت في بيان صادر اليوم أنه على مستخدمي الطريق استخدام طريق العامرات والعدي. الساعة السكانية للمواليد الأحياء في السلطنة تشير إلى أن هناك مولود كل 7 دقائق للأعوام 2013-2014. الأمم المتحدة تقول إنها سلمت الفصائل الليبية المتحاربة المسودة النهائية لاتفاق السلام من أجل إنهاء الصراع، وأبلغتها أن عمل الأمم المتحدة انتهى وأن عليها الموافقة على الاتفاق أو رفضه. أماط السير أليكس فيرجسون اللثام عن بعض خبايا الفترة الذهبية لتوليه الإشراف على مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك في كتابه الجديد القيادة الذي طرح في الأسواق اليوم.